سيادة فريق، رغم ان احنا هنا مع عدد هائل من انصارك المحترمين المقدرين، الا قبل ما نيجي الحلقه كان في عدد كبير من النشطاء على الفيسبوك وتويتر عايزين يتظاهروا يعني ضد وجود حضرتك، ورافعين الشعارات اللي يمكن بتلاحقك في الكثير من المؤتمرات اللي بتعملها احيانا، من انت يعني ده مرشح فلول، انتوا بتستضيفوا الفلول، كفايه بقى. لما بتشوف هذا النوع من المواجهه ازاي؟ لا يحرك شعره في راسي. لماذا قامت الثوره؟ قامت ثوره لتغيير النظام ولتعديل الاوضاع المزعجه للشعب المصري. تم تعديل جزء منها بتغيير النظام والجزء الاعظم، وللاسف توقف الاصلاح عند ذلك وما شفناش حاجه جديده. طب اذا كانت ثوره ست فريق قامت لتغيير النظام وحضرتك كنت جزء من هذا النظام، ليه عايز تترشح وتخوف الناس من ان ممكن النظام القديم يرجع تاني؟ كلام غير مقبول بحال من الاحوال. لم اكن جزءا من النظام، انا جزء من الدوله المصريه.